سلام على شعب الجزائر داخل الوطن وخارج الوطن. جيت ندير هذا الفيديو لشعب الجزائر، امهات الجزائر، وانتم اللي تحكموا. تفرج الفيديو حتى الاخر واحكم وفهمني واش راني نقوله. قبل ان نبدا في الحديث، عندنا واحد المواضيع نتاع ليديتار نتاع هذو البروديكتور، مخرج، مخرجين، يعني مخرجين، مخرجين هادو. شوف راك عارف حنا الجزائر هنا عندنا الانحطاط وعندنا المبالاة ولا مسؤولية. انت كي تجيب قناة ودير قناة، وحنا كنا نعرفوا هذه القنوات بالنهار بالشروق بالبلاد، يا ماهيش معتمدة في الجزائر، مالها خارج الوطن، يقولوا من تونس. فهمني خويا، كاع اللي شادين هذه القنوات ما هم جزائريين. باينه. لهذا شوف يعنيك ناس كي احتلت الاعلام باش تقدم الحتاله، حتاله القوم. عمري ما شفت واحد انا راجل في التلفزيون قاعد يهضر وفرحت. اكرمكم الله تلقى انت مخرج مخنت، بروديكتور مخنت، لهذا يجيب لك المخنتين. وهذا كلها العالم راه متكلم على الجزائر باش يقضوا الثقافه تاع الجزائريين. حنا ثقافتنا باينه شيخ ابراهيم، ما ننسوش حنا نقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. يا حنا عرب مسلمين، ثقافتنا واضحه، الدين واضح، الاحاديث واضحه، نعرفوا الانبياء، نعرفوا الجنه، نعرفوا النار، نعرفوا الحرمه. يا بس احد الناس مستوى ضعيف، لو كان جاو عندهم مستوى يا والنيفو يا التالي فيهم، التالي فيهم شخصيه تقولها عندك في هذه الاعمال الدكتوره، يقول لك لا بالك سيزيام قاسوه. واو يا يدخلوا يدخلوا القنوات تاعهم مسكرين، كاين اللي يضرب الصاروخ، كاين اللي يضرب الحلوى، كاين اللي كاين اللي يضرب البيضاق. يا تقولك شلورمان، هذا بروديكتور كيما هذه قالوا لي انا في قناه البلاد الله اعلم غادي يجيبوا هذه السوسو. يا هل ترى هذه السوسو شكون هي؟ سوسو رايس نقدروا كاع نطيحوا ونديروا كذا وكذا وكذا. شكون هي سوسو رايس؟ هذه سوسو تاع اللفعه ولا ما نعرفهمش انا هذه الاشكاليات. فاهمني خويا؟ يا واحده مجمعت لي في كاباري، وواحده مجمعت لي البارح طيح لي، واليوم داير مدخلها للمجتمع. يا جا واحد كسموهم توحا مناجر، جا نقولها هذيك الطيحه، نقولها كذا وفوتوها. يا حنا ماناش نقول لكم فوتونا، حنا ما نسحقوش. اي الرايس حنا عندنا بيبليك نعرفوه، بيبليك زعيم اللي يشتغلنا حنا. يا نخطينا تلفزيون باش نتبعوا الشيبات، يا ندي مليون ولا زوج ولا ثلاثه، يا تحشيلي وهو داي 2 مليار 3 مليار. يا باش تعرف الجزائر كيفاش ولدت. يا القوم هذو اللي رانا عايشين معاهم، سيدنا رمضان جيب لي وحده كيما هذه انا، يا ولا جيب لي اكرمك الله دير لي المخنث، دير له كاميرا كاشي. يا اسكو هذه هي الجزائر؟ هذه هي ثقافتنا؟ حنا ثقافتنا راها باينه مبنيه على التسامح، على العفو، على الكرام، على الخيرات، على المبادئ، على الاسلام. يا اشيخ ابراهيم كارثه ما يجيب الخير وصايخ، ان كنت تدري فتلك المصيبه وان كنت لا تدري بل المصيبه اعظم. يا انت كي تقعد تشوف انت في التلفزيون يجيبوا لك اكرمك الله مخنت، يا بروديكتور مخنت، يا سبانسر مخنت، يا على ما يروحوش يجيبوا واحدين عندهم الدكتوره في الجامعه في الميتين ولا في القانون في الدروال، ولا ما يجيبوش واحد مثقف مستوى عالي ندو من عنده. يا على ما يجيبوش من الجامعه، على ما يجيبوش من المساجد المشايخ وما نستفادوا منهم. يا كاع نهار الناس صايمه، وفي الليل فوتي انا السوسو. يا البارح طيح من الحزام لتحت وتوتي السوسو، ما تحشموش. يا
حنا نعرفوكم كي دايرين يا علاه خويا. قلت لك نهار الاول الجنان نتاع الجزائر راه بالعساس، لو كان جا جنان في عساس حنا ما نشوفوش الرداءات، ما نشوفوش هاد البهايم يا غير محسنين فيهم باللي بلي هذا بحاشا خلق الله. يا راك تشوف الضايح، يا الضايح يا انت كي تجيب انت واحد ما عندهش مستوى ودخله الله تيليفزيون، هل ترى هذا طلع على الخشبه؟ ما طلعش. ايش انا راه يحيى بالمبروك كاش ما شفت هذا المشكل اللي فيه من تحهم حتى يومنا هذا ما ينعفوش. ما ينعفوش عثمان عريوات ورضيه الله يرحمها، يا طيرو. حسن طيرو، يا ابو بكر ديدوان، يا حمزه فيغولي، حمزه فيغول، يا هادو هما اللي كنا احنا متقفين معهم، كنا حسوا باللي احنا رجال. انت كي تجيب لي هذه سوسو غادي يفوتوها في رمضان في قناه البلاد. ها جيب لي سوسو تاكلو كوكاو، على ما تجيب لي شنا جامعي عنده عنده الدكتوره في الدروه، عندها الدكتوره في الميتين، نتعلم منه، الله يعلم من علمنا. يا هنا تعرف بلي كاين ناس راها هنا في الجزائر مدى بها الاسره الجزائريه سي تشتت. يا راك تشوف الطلاق، راك تشوف الضايح، راك تشوف كارثه. واحد كي يسبع تلقى تلقى مرته ولا وقتها طيح به. حاشا بنات الجزائر الشريفات، راك حاسب كاع الجزائر هذه فيها بحال هذه سوسو والاخرى. يا بنات الجزائر عفيفات، بنات الجزائر يباتوا راكعين لربي. انني نتكلم عن المتخلقات، مانيش نتكلم انا على حتالات القوم. انت كي تحل التلفزيون وراك صايم تشوف انت يا واحد مخنت. واش من الحالة بقات لنا نقول لك نهار الاول شيخ ابراهيم الجنان نتاعنا نوري راه بلا عساس، نهار الجنان نتاعنا تاع الجزائر يلقى عساس يحميه، يحميه. انا مانيش نقولهم فوتوني، انا ما نفوتش، انا عندي ولاد الجزائر، ولاد الجزائر حاجه كبيره. خرج صحافي وخرجني انا، خرج وزير وخرجني انا، شوف شكون يدير الباس. تحدى اي جزائري سبحان الله. وكشت واحد قد هاك هذا كريبكا قد هاك، نقيس روحي ندي 100 ميل، غادي اعطيني 100 ميل نقيس روحي عشان نصب على ثقافه لليفرسيتي نتاعنا. دا ولادنا مساكين الحمد لله جا حربوا، يا لا مش كيما هاك. يا انا نبغي كي نشوف لا تيليفزيون، على ما يجيبوهم شي اليتيمه، يا اقول لهم يجيبوهم اليتيمه. هذه قناه معتمده، يا هذه قناه الشورو، قناه الهداف، قناه هادو ما همش نتاع الجزائر، هادو ماليهم ما فيهمش ريحه الاسلام. أنا نقول لك يا كاين واحد تاني من تونس تاني راه داير فيه هنا بالدراهم بهاد القنوات. يا شعب الجزائر انتوما راكو ديروا لهم الباس، انتوما راكو ديروا لهم الدراهم، بعد يخرج يقعد يتكسل عليك. يا يخرج يقعد يتكسل عليك. انا شاني حوس الشيخ ابراهيم، يا انا شاني حوس انا، وكان جات لي قضيه تسرع لي ونتسرع عليك، كاين طيح لي ونطيح لك. سهله. يا احنا قلنا نقوا حياه ونديروا حاجه زينه وكلش، راهم كاينين فنانين صغار موهوبين اخي، موهوبين. انا نقول لك انا عندي صاحبي وراه مريح معنا هنا ونستروه نيشان. لا اخويا نشطروه. اسمعني شعب الجزائر، بروديكتور قال له رقد معايا نشيعك اكرمكم الله. وراه معايا واحد تاني فنان بلا اسكو ربي يغضب علينا لو كان نكذب. واو نيشان هو هنا نيشان. لا الراجل زين. نيشان الرئيس. ها بشحمه لسانه كاين لي برافو كلش. بروديكتور قال له ارقد معايا نشيعك. شو وين وصلنا كارثه خويا. كاين تاني فنان راه مريح معنا هنا نصدروه تاني ما نقولوش. يا الغاله تاني واحد يا شكون هو شا قال لك؟ كوميديا حاشاكم حاشا قدركم شعب الجزائر. يا قال له وريني شي صوالح ما ينقالوش. الله يهديهم. بروديو كوميديا. يا
أنا أقول لكم مخمة أودي الله يديهم الرجل زين، الله يديهم الله يديهم واحدين كيما هادو. يا أنا كي نشوف التلفزيون ولادنا كيفاش يستغلوا الشروق في النهار، يا اقتل أمه اقتل أمه، اقتل جارته، طاح في جارته، دارته، ما كانش حاجة تقفك، ما كانش حاجة. عمري ولا شفت أنا قناة قلت لكم أيها المواطنين بكروا الصباح بالدوسية تاعكم راه كاين دي بوست تاع خدمة، ولا روحوا دو سكاني ولا روحوا دو منحة. اقتل تحريات إصابة، دير 250 إصابة، مليون إصابة، بزاف بزاف. أرام سيادهم، ما أنا سيدي الله الشعب سيده الله، أراهم سيادهم المصريين. هذا اللي جورناليست رشوا بالمصريين سيادهم، يا يا جايب لي أنا سيرونا فيو مازال يخدم لباس الداخلية، والله العظيم تتشتت. هذا الإمام فيو مازال يخدم، هنا يكبر غير شوية ينسى. أخي أروح نقول لك أراك محمد مسكين ما عندهش ساكن. هاد أروح نقول لك، أروح نقول لك. شوف شيخ إبراهيم، هاد النقطة مليحة، لازم الشعب الجزائري يفهمها، وهادي نوجهها لوزيرة الثقافة. وزيرة الثقافة يا لازم رقابة خير. يا أخي الرقابة مكانش، لو كان كاين الرقابة البطاطا ما تشريها بكذا، يا مشي جو عند باردينو. يا شوف اخي كاردارتيس على ام دايرينها، اش قلت لي؟ كاردارتيس على دايرينها اخي، كي تروح الكاستينغ تديها معك. لا اخي كاردارتيس دايرينها باش يركبوا الطياره، باش يديو هذيك المنحه، فاهم؟ ما انا نعرف ديزارتيست. راه شوف حتى الشيخ نعم، راه شوف الشيخ نعم، علم بحر في راسه شيخ، يطيح طلع اجيال عمره، وطيح عمره ما قال كلام قبيح في الغناء نتاعه. يا شوف كاين هو ريب الشنات حسني الله يرحمه، اللي ملك قلوب الجزائريين. واش تسمع؟ حنا ماش نتكلموا على شونتير، شونتير راه مدبر راسه، ولا شونتير، حنا نتكلموا على هاد الفنانين اللي نشوفه العام اللي فات نشوفه هاد العام. كاين حاجه شيخ ابراهيم نيشان، كاين حاجه نيشان. لهذا انني باغي وزيره الثقافه انها تطالبهم بالشهاده. يا راسك في تعادل الإمام تلقى عنده دكتورة، دكتور في الاقتصاد ولا في السياسة ولا سقسي فاروق الفيشاوي تلقى عنده دكتورة، سقسي عيطة محمد رمضان كاع حد وكاع عندهم دكتورات. أخي محمود ياسين دكتور هنا الأعمال في مصر، هنا ايش عندنا خويا؟ عندنا غير مخنتين. مسرح غير ترنديب حنا يا مسرح. أروح أقول لك، أروح أقول لك، أروح ورا مسرح تاعنا، ورا مسرح تاعنا، تعال خل قاودها وقاود تعال قاوديني ونقاودك. هذا تاني كاين تاني فرقة العمارنا الله يبارك، على ما يديوهاش التلفزيون، ما تمثلش بالعباس هذيك. صحيح حبسوا التلفزيون عمارنا. أخي عمارنا يفوتون هل يكونوا قاضين هالرجال؟ أديه يفوتوا. هذا حمي تايوان تاني الله يبارك. يا انا مانيش نقول لهم دونا نادير بوكلي، نادير بوكلي خويا تاعنا، كاين اساطير راني نقول لك. راه مصطفى شوف مصطفى هيمون وكل هادو خارجين باحترام، احترام برقهم اخي. وقعدنا نشوفوا لوكا ابن لوكا الرويبي ذاك، السلام عليكم. صحيح فردينو.